شباب بسم الله بسم الله بس. نعم هكذا القبلة إن شاء الله، هكذا القبلة إن شاء الله بإذن الله. هكذا نكف صفوف إن شاء الله، نكف صفوف إن شاء الله، صفوف النساء اللاتي يريدن الصلاة في الخلف إن شاء الله بإذن الله. نكف صفوف إن شاء الله شباب بسم الله. نعم على اليمين قليلا زي ما أنتوا واقفين الآن، على اليمين قليلا إن شاء الله بسم الله. نكف صفوفا إن شاء الله بسم الله بسم الله. نكف صفوفا بسم الله، نكف صفوفا. اخونا مصطفى برفاره راديسيون ان شاء الله باذن الله، دي توتي ان شاء الله، بريغو كله ان شاء الله برفاره راديسيون ان شاء الله باذن الله. اريفاتو الفراتيلو، اريفاتو كونتليانسا، كونتليانسا كارو سونو الامام، كونتليانسا 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 سلام كونتليانسا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها الأفاضل الكرام رجالا ونساء، نحن في هذه الدقائق في جنازة سيدة من خيرة النساء، نشهد الله جل وعلا، ومن أشهد الله على باطل فقد كفر. نشهد الله العلي العظيم أن هذه السيدة الطيبة الفاضلة من أوائل المسلمات في إيطاليا التي دخلنا الإسلام، ودخل على يديها العديد رجالا ونساء كانت سببا في إسلامهم. نشهد الله أنها كانت من أطيب الناس قلبا، لا نسمع منها إلا الكلام الطيب. تشهد لها مساجد إيطاليا، مسجد فيا كوارانتا، جاءتنا في مسجد سوريزينا بروفينشا دي كريمونا، جاءت إلى مسجد كازال بوسترلينجو بروفينشا دي لودي. كانت المرأة تتحرك وقد تعدى عمرها 67 سنة، تشاركنا في أغلب أمور المسلمين الجدد. ونشهد الله أننا رأينا منها لسانا بذكر الله دوما عامرا، ووجدنا منها أخلاق الإسلام والمسلمين. بريغو فراتيلو برفارة تراديسيون إنهم دي الله المزيكة دي وزيك لمن دي الله سبحانه سبليمي كورانو ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات. Vi mettiamo alla prova in qualcosa di timore e mancanza di frutti o se ne strabri e compenseremo con i perseveranti. Testimoniamo davanti a tutti, davanti ad Allah subhanahu wa ta'ala, che oggi che stiamo dando l'addio a una signora che, come abbiamo testimoniato, che abbiamo osservato tutti, che è come una delle prime che sono pioniere dell'Islam italiano tra le donne, ma tutto il suo percorso, tutto il suo operato era ben conosciuto, è stata sempre in prima linea a dire la parola e trasmettere quello che è la sua convinzione, la parola di verità. Conosciamo come una signora, una donna attiva, una donna che è stata sempre presente sia a livello personale, sia a livello anche della comunità, sia in via 40, sia a Cremona, sia a Casal Posterlengo, ovunque che c'è la possibilità di dire la sua parola, la sua partecipazione, nonostante la sua veneranda età, non si è mai tirata indietro. È una donna attiva, sia di fatto, sia di impegno. نسأل الله جل وعلا لهذه السيدة الفاضلة الحجة شادية، وأذكر أنها كانت دائما قرابة كل شهر معها مسلمين أو 3 جدد، وتفتح كتاب الله جل وعلا وتسألنا عن معاني الآيات والتفاسير. امرأة نشهد الله أنها حسن إسلامها، تعامل أطفالنا وبناتنا كأنهم أولادها، وترفق عليهم وتعاملهم معاملة طيبة رقيقة حتى تعلق بها الصغار قبل الكبار. Conosciamo questa signora Shadia, che Allah subhanahu wa ta'ala le accolga con misericordia e con benevolenza,
che ne avevamo testimoni, ne avevamo presenti per almeno alla vigilia di ogni giorno. In ogni mese li vediamo presenti con altre due o tre persone nuove. E si chiedeva sempre spiegazioni, cioè apriva il Corano e ci chiedeva traduzioni e chiarimenti. Allah subhanahu wa ta'ala ha reso mezzo per molte persone, e al punto che si sono attaccati a lei per la sua benevolenza, per la sua persona virtuosa. È stata sempre ben accetta, ben amata, non soltanto da noi ma anche dai nostri figli. نسأل الله جل وعلا أن يرحم الحج شادية برحمته الواسعة. هذه السيدة الفاضلة التي سندعو لها الآن صدقوني، والله شرف لنا أن نحضر جنازة هذه السيدة الفاضلة، صاحبة قلب أبيض وقلب طيب يحمل الخير لكل الناس. ما سمعنا وما رأينا منها إلا الخير لكل الناس. وزوجها الفاضل أخونا الحج محمود كان نعم المعين والسند لها، وكانت هذه السيدة الفاضلة من أعمالها الصالحة أنها كانت تشارك في إطعام الصائمين وإفطار الصائمين أيام الاثنين والخميس. والله لولا حرارة الشمس ولولا أني لا أريد أن أثقل على هؤلاء الناس لسردت لكم عن هذه السيدة الفاضلة كلاما كثيرا، فإنها لا تستحق موعظة ولا خطبة، إنما أمثال أختنا الكريمة الحجة شادية تستحق منا مواعظا وخطب بل ورسائل تكتب لنعلم أولادنا وبناتنا أن هذه السيدة الفاضلة كان لها دورا كبير في نشر الإسلام في هذه البلاد بأخلاقها وبأفعالها الطيبة وبمعاونتها للفقراء والمحتاجين وإطعامها للصائمين. فهي سيدة فاضلة ختم الله لها في هذه الأيام الطيبة المباركة خير أيام الدنيا وأعظم أيام الدنيا، كما قال ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل أيام الدنيا أعظم أيام الدنيا أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. فهذه علامة من علامات حسن الخاتمة لأختنا الكريمة القارئة التالية لكتاب الله. كنا نزورها في بيتها، كتاب الله لا يفارقها، كتب الأحاديث والعقيدة لا تفارقها. كانت تقول إلي شيخ محمد أنا بسمع الشيخ عبد الحميد كشك وأنا لا أعرف العربية كثيرا، ولكني أشعر أن هذا الرجل يتحدث من قلبه مع الله. وكانت تبكي لما تسمع الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه. وإن بإذن الله نسأل الله أن يحشرها مع النبيين والصديقين. اللهم إنا نسألك أن ترحم أمتك شديا برحمتك الواسعة. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وجيرانا خيرا من جيرانها. اللهم نقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلها من الذنوب والمعاصي بالماء والثلج والبرد. اللهم زد يا ربي في حسناتها، وتجاوز يا ربي عن سيئاتها. اللهم اجعل هذه الأيام أيام خير وبركة عليها في قبرها، واجعل هذا اليوم أسعد أيامها، وهذه الليلة أسعد لياليها. اللهم أكرم يا ربي نزولها، واجعل يا ربي قبرها روضة من رياض الجنة، واجعل كل هؤلاء الذين أسلموا في ميزان حسناتها. اللهم إن حبيبك محمد قال لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من حمر النعم. فنسألك يا كريم أن توسع لها في مدخلها، وأن تجعل هؤلاء المسلمين الجدد في ميزان حسناتها وزيادة في أجرها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام الطيبة المباركة أن تسكنها الفردوس الأعلى. اللهم اجعلها من ورثة جنات النعيم، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. سنصلي الآن صلاة الجنازة، ويستن إذا صلى الإمام على الرجل أن يصلي عند الرأس، وإذا صلى على المرأة أن يصلي في الوسط. صلاة الجنازة أربع تكبيرات. التكبيرة الأولى لبريمة تكبيرة لجيام سورة الفاتحة. التكبيرة الثانية نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لولتي مبارتة التشهد التحيات. التكبيرة الثالثة ندعو لأختنا الكريمة الحجة شادية بالرحمة الواسعة. ويستحب الإخلاص في الدعاء لعلنا نجد من يخلص لنا عند موتنا في الدعاء. التكبيرة الرابعة
ندعو لها ولأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين بإذن الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ما تجاوز عنا يا رب اللهم وسع لها مدخلها يا رب اللهم انزلها من هذا الصديقين والشهداء. يا رب يا رب ارحمها برحمتك. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم ارحمها برحمتك الواسعة يا رب العالمين. تنزل زي ما هي كده ان شاء الله. تنزل زي ما هي ان شاء الله باذن الله. قبلتها يقولوا كلمات. حاضر بريق ان شاء الله باذن الله. سي سي لا فاميليا دي النصر ماركو اليزا ماركو انكليزا بريجو كوندليانسا توتي كوندليانسا. خمسة minuti solo خمسة minuti. سعيد خليك هنا في المقابر المسلمين اللي هنا. صور المقابر احسن. لا لا يجوز. اللي احنا نشيلها نشيلها بس على فكره سيبونا عشان الوقت لا يسمح. تتحيل يا عيني كان لهم تليفون بس في الشهر طف السنه وقالت لي اول ما هموت هيسالوا علي عشان صلوا على الله اللي يقف بتاع ياما شتمتها وياما هزقتها حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا كريم. الله الله يسلمك. يقول لي الوحيد اللي كان يقول لي يا ماما هو الله يرحمه فين هو؟ قلت له حرام عليك سيبيه ده الله يكون في عمره. لا والله ندعو له الله ندعو له الله. قلت له كان بيخ كنت لي انسى توتي شباب نحتاج أربعة من الشباب يكونوا معنا جامدين لأننا ننزل تحت هنا إن شاء الله. أنديامو كارو إن إحنا لو تركناه ممكن يعمل هو صليب أو حاجة تانية برضه. شيل شيل اللي تحت شيل 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 بالراحه بس اجمد. لا لا شيل من غير من غير الكاريلو. هننزل من غير الكاريلو. انا عاوز اربعه جامدين. شيل معايا بسم الله بسم الله. اجمد اجمد ارفع ارفع من تحت سنسى الكاريلو. ارفع ارفع براحتك وانزل. لازم اتنين كمان معاهم الشباب اللي معانا. بسم الله انزل انزل. بيانو 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 بيانو, بيانو. انا نازل لك تحت بيانو بيانو. ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة. بسم الله بسم الله بسم الله. على مهلك على مهلك. أنا هنا. بسم الله إيديكم أهم شيء إيديكم. بسم الله بسم الله. انزل